ياسر أريحي صديقنا اللي جاء من اللي سافر من يعني من بروكسل، اسكندراني عايش في بروكسل، ساب كل شغله وسافر للمغرب علشان يشجع النادي الأهلي. ياسر بعت لنا فيديوهات وبعت لنا صور، وكمان معانا ألو، على الهواء ياسر أريحي. سلام عليكم يا ياسر. وعليكم السلام يا كابتن عبد الناصر، ازيك؟ يا حبيبي اهلا وسهلا. يعني لسه بقول ياسر اريحي نموذج من محب النادي الاهلي، سافر من بروكسل الى المغرب عشان يشجع النادي الاهلي. صف لنا بقى صحيح. الموقف، خصوصا ان موسيماني النهارده خذلنا كلنا واللعيبه ما كانتش في المستوى. صحيح. أولا قبل ما نتكلم عن المستوى الفني ومسؤولية الموسيماني واللعيبة، ظروف اللقاء فيه ظلم، يعني إنه أول مرة في تاريخ الكرة، في تاريخ البشرية، ينظم لقاء نهائي بماتش واحد في ملعب المنافس. هذا تمام. لم يحصل أبدا في تاريخ الكرة أبدا، ولم يحصل حتى مستقبلا. يعني هذه الجريمة بس في حق الأهلي بتواطؤ الكاف واتحاد الكرة المصري، وزارة الشباب المصرية، وحتى الفيفا، حتى محكمة الطاف التي رفضت الشكوى الأهلي، كلهم متواطئين. عموما الظروف كانت فيها ظلم لفريق الأهلي واضح. أنا تفاجأت بالجمهور الملعب، هذا تقسيم المدرجات، 10,000 تذكرة للأهلي و10,000 للوداد و25,000 جماهير عامة. الملعب كله كان ودادي، كله كان ودادي، كله بدون كله استثناء. قدامنا. في نقطة يعني تحترم للكاف، إنه فعلا مدرجات الأهلي باقيت للأهلي فقط، يعني المكان 10,000 متفرج بقوا خالصين للأهلي. هذا وانتوا عددكم كان كام وسط ال10,000 اللي كانوا فاضيين دول يا ياسر؟ لا، احنا كان انا حقيقة انا كنت مبسوط بتواجد الجمهور الاهلي، يعني في الحدود كنا 5-6,000 بسهولة، 5-6,000 متفرج، وجاءوا في سفروا من اوروبا، من النرويج، من المانيا، من هولندا، من مصر، من دول الخليج. ولكن الملعب كنت تحس ان كأنها مباراة ذهاب وعودة. لا، الان تكلم في الفني. فريق الوداد فنيا، فريق الوداد يستحق الانتصار. صح. التحكيم كان ممتاز، التحكيم ممتاز، حتى كان في احترام لرجال الامن لجمهور الاهلي، ما كان في لا استفزازات لا من الجمهور الودادي ولا من رجال الامن، كان في احترام كامل. دخول تنظيم، الدخول ممتاز جدا. سمعنا انه حصل اشكال بين الكابتن حسام غالي وبعض رجال الامن اثناء دخول اداريي الاهلي الملعب، نحن لم نرى هذا. ما يخصنا كجماهير اهلاويه، كان في احترام كامل لرجال الامن وسهوله في دخول مدرجات الاهلي. فنيا صدمنا كجماهير اهلاويه، صدمنا بمستوى بعض اللاعبين في الاهلي. هذا اللاعبين يعني ساسميهم، لان الان اللي حصل تفضل. محمد هاني يقدم له الشكر والف الف سلامه. يعني لا يستحق ان يكون في الاهلي محمد هاني. لا، خلاص، هذا الهدف الثاني هديه من محمد هاني للوداد. صح. يعني كان الاهلي دخل الشوط الثاني، كنا ننتظر حتى خطا موسيماني، انه لما انت طلعت من الشوط الاول خسران 1-0، مباشرة الشوط الثاني دخل أفشة وشريف. ليه انتظر الهدف الثاني؟ يعني كيف أنت راح تعمل تغيير فني وأنت خسران 2-0؟ عموما هاني، محمد هاني، بدل محمد هاني ما يطلع يهاجم ليتعادل الأهلي، قدم هدية للوداد على طبق من ذهب و2-0. 2-0 في نهائي أفريقيا، ضربة نفسية مدمرة للفريق المنهزم بجولين، يعني فارق هدفين، نفسيا احنا حصلنا انهيار. يعني 2-0 احنا كنا ننتظر انه الاهلي يدخل الشوط الثاني يضغط ويسجل، هوب دقيقة 47 بعد دقيقتين محمد هاني الله يكرمه قال للوداد انا اسجل مكانكم، ما تتعبوش حالكم انا معاكم، فجاب الجول الثاني. فنيا موسيماني
ما عرفش يساير ظروف المباراة، يعني ما عملش تغييرات فنية، بقي اللعب يعني بدون فاعلية، بدون خطورة. دفاع الوداد لعب مباراة ممتازة، لأنه الأهلي أصلا ما صعبش المأمورية على دفاع الوداد. صح، يعني دفاع هجوم الأهلي موسيماني ما صعبوش الوداد، لعبوا باقتصاد رهيب في القوة البدنية والفنية. يعني حتى الوداد ما ضغطوش على الأهلي، قاموا بثلاث أربع هجمات وجابوا جولين، جابوا واحدة في العارضة وجابوا جولين. طبعا الجول الأول خطأ محمد هاني الله يكرمه، لأنه هذا مترقي كان بيلعب جناح أيسر وسابوه كان في تمرير غلط أتصور من ياسر إبراهيم، هذا المترقي الكرة وشاف المساحة فارغة، والشناوي مع الأسف الشناوي كنا ننتظر منه حضور ذهني أكثر من اللي حصل النهاردة. صح، الشناوي الجول الأول كان ممكن يطلعه، حتى الجول الثاني كان ممكن يطلعه رغم غلط هاني. الجول الأول انت 22 متر يا شناوي، 22 متر عيل صغير يجيب فيه جول بالشكل ده 22 متر، فكان كان ما كانش يتوقع انه المترجي راح يعني يقذف بتلك الطريقة. الجول الثاني ضرب هاني الله يسامحه ساب الكرة المترجي، الشناوي ما عرفش يمسكها، فردت منه المترجي وجاب جول. فعموما فنيا الشناوي ما كانش في مستوى، محمد هاني غائب تماما معلول باستثناء هجمة واحدة عمل عرضية واحدة ما عملش حاجة. ياسر إبراهيم وأيمن أشرف حاولوا قدر الإمكان إنه يحدوا من خطورة مهاجمين الوداد. هنيجي للوسط ديانج، ما كانش ديانج اللي نعرفه خالص، يعني ما كانش ديانج ياخد كرة خالص قدام خالص يهاجم خالص، كان سيء جدا. حمدي فتحي تصور، أنا حمدي فتحي ما شفتوش خالص في المباراة، والله ما شفتوش. أوحش مباراة لعبها حمدي فتحي، أنا أصلا ما شفتوش، والله ما شفتوش. هنيجي لعبد القادر، أسوأ مباراة له مع الأهلي، أسوأ مباراة من الموسم ده، مغائب تماما، مش بس غائب، أي كرة ياخدها يسلمها للوداد، ما عملش حاجة. الشحات كأنه ما جاش ولا كأنه بيلعب أصلا. وطاو أنا أشوف اللي كان في الملعب، أنا أقول لك طاو كان أخطر لاعب أهلاوي في المباراة، طاو بيلعب من غير كرة، طاو اللي ما يشوفش اللي يشوف المباراة على التلفزيون الكاميرا بتجي على الكرة بس اللي في الملعب طاو عمل شغل رهيب في دفاع الوداد من غير كرة، يتحرك على الخط وسريع وقوي ويطلب كرة، يعني طاو كان ممتاز، كان رغم إنه ما كانش في فاعلية على الـ على الـ على الجول على المرمى الوداد. طاهر بدنيا بيكافح، يعني طاهر بيعمل يعني بيضحي يجاهد يكافح، بس من غير فاعلية. اللي خسر الأهلي النهاردة ضعف تكتيكي للموسيماني وخذلان لعيبة كتار أهلوية للجمهور وللمدرب، لأنه لما تكون مهاجم زي الشحات وطاهر والشريف لما نزل كنا ننتظر منه يفوق، ما عملش حاجة، يعني مسلسل طبيعة الفرص. يعني انتوا يا ياسر كنتوا في الملعب للأسف، يعني حاسين انكم ما كنتوش تستحقوا كده رغم التعب والمشاوير. لا ابدا 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 زعلان. انا زعلت اكثر لبيبو. بيبو كان مريض، انا رحت الفندق السوفيتال اللي كان فيه الاهلي النهارده، كان في حماس، التقيت مع الكابتن حسام غالي مع الوزير فاروق العمري، وبيبو كان تعبان، يعني بيبو تمالك يعني
تكلف نفسه اكثر من طقسه، كان مريض. طب ياسر بكل امانه، تستحق ان موسيماني يكفي هذا ولا يستمر؟ لا انا لو مكان بيبو اشكر موسيماني اخري اكمل الموسم، اشكره ومع السلامه، لانه موسيماني من شهرين ثلاثه خلاص ما عندوش حاجه يديها اكثر، خلاص حتى نفسيا اللعيبه شاعرين انه خلاص موسيماني مش هيقدر يقدم لهم حاجه. طيب الناس في الحلقه بس بتسالك، طمنا على الجمهور، في مضايقات وانتوا خارجين ولا ابدا؟ شوف والله العظيم انا اهلاوي، انا مغربي اهلاوي، انا طبعا انا في المغرب وداد، انا ودادي، ولما الوداد بتلعب يعني مش ضد الاهلي انا ودادي، بس مع الاهلي انا اهلاوي، انا اهلاوي يعني 100%. كان احترام تام من رجال من كبار بعد الماتش خرجتوا بامان والدنيا زي الفل؟ جدا جدا تمام، امان 100%. حتى جمهور الوداد حيا، جمهور الاهلي حيانا في احنا طالعين، وحيوا حتى فريق الاهلي بعد نهايه المباراه، جمهور الوداد حيا لعيبة الأهلي لما خدوا الميداليات وراحوا ينزلوا على المستودعات الملابس، الجمهور كل جمهور الوداد حيا لعيبة الأهلي. المباراة كانت نظيفة جدا، ما كان فيها لا عنف ولا توتر، التحكيم مليون على مليون ممتاز. اللي أنا أقول لك الأهلي طبعا في ظلم في إقامة المباراة في ملعب الوداد من مباراة واحدة، بس فنيا الأهلي انهزم فنيا أمام الوداد، انهزم فنيا. وليد الرجراجي عمل كوتشنج رهيب جدا، عمل فريق الوداد، تصور الوداد لعب ب 60-70% من إمكانياته الفنية والبدنية، لعبوا باقتصاد شديد، جابوا بيطلعوا عملوا 3-4 هجمات جابوا جولين وقفلوا على ممرات معلول وهاني. اصلا هاني من غير ما تقفل عليه اصلا هو ما بيصعدش، يعني هاني من غير ما من غير المدرب الخصم يقفل على هاني اصلا ما بيطلعش اصلا. قفلوا على معلول والطاو لعبوا على الطاو بشكل ممتاز مدافعي الوداد. الاهلي النهارده انهزم فنيا ضد الوداد، يعني ده كلام واضح، والوداد يستحق الانتصار. واللي يقول كلام ثاني غير ده وغير منصف، غير منصف، كانوا احترموا الاهلي ولعبوا مباراه وحشه، الاهلاويه وحشه جدا. اشكرك يا صديقي ياسر، شكرا جزيلا. هتطلع من عندك من المغرب على بروكسل؟ نعم على بروكسل. امتى هتسافر؟ بكره، احتفل بكره ان شاء الله. انا جيت بس عشان الماتش وراجع بكره ان شاء الله. تحياتي لكل المصريين والمغاربه والاهلاويه اللي عندك، وربنا يرجعكم بالسلامه. شكرا جزيلا. مع السلامه.